عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة كأنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال سلام علي فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بك بالله يا أبتاه من ضعفه فقال يا فاطمة ائتني بالكسواء اليماني فغطيني به فأتيته بالكسواء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما قال إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمعت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة الأجرة كان رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدة تحت الكسوة فأقبل الحسن نحب الكسوة وقال السلام عليك جدة يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت هذا الكسوة فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد جئت لك فدخل معه تحت الكساء. قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك باحك تحت الكسوة فدنا الحسين نحب الكسوة. السلام عليك من اختاره الله تعالى لأن أذكر معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد جئت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت يا رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أختي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما هو لديك تحت الكساء. أقبل علي نحو الكسوة وقال السلام عليك يا رسول الله أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي ويا وصاحب لوائي قد أنت لك فرحل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكسوة وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتدرون لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اقدم الله جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء واومأ بيد اليمنى الى السماء وقال اللهم انا هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم ودمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل الله صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل ويا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فرق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا في محبة حولها إلى خمسة الذين هم تحت الكساء. قال الأمين إبراهيم يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجلهم أهل بيت النبوة ومعادن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتذن لي أن أحبط إلى الأرض وليكون معه سوادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرئك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت السماء مبنيه ولا ارضا مدهيه ولا قمرا منيرا
فلا شمس مزيد ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل ومعنا تحت الكسرى اللهم صل على محمد وآل محمد قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قال علي بن أبي يا رسول الله يخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكسرى من الفضل إن الله قال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بسؤالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونذرت لهم الرحمة وحفت لهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد قال علي جزاه الله فضلا وفضلا شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي سبحانه يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محضر المحافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيهم حموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته فقال علي جزاه الله فضلا وصعدنا وكذلك شيعتنا فادوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة